في خطوة استفزازية للصين وسابقة هي الأولى على الإطلاق. وافقت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على تقديم مساعدات عسكرية مباشرة لتايوان بموجب برنامج مخصص للحكومات الأجنبية. وعلى الرغم من أن الحزمة متواضعة إذ تبلغ نحو 80 مليون دولار فقط مما خصصه الكونغرس بمبلغ 2 مليار دولار، فالآثار المترتبة على استخدام ما يسمى برنامج التمويل العسكري الأجنبي لتوفير هذه الحزمة من المرجح أن تثير غضب الصين. وزارة الخارجية الأمريكية أخطرت الكونغرس بالبيع وقالت إن الحزمة ستستخدم لتعزيز قدرات تايبي في الدفاع عن النفس من خلال القدرة الدفاعية المشتركة والمجمعة وتعزيز الوعي بالمجال البحري والقدرة الأمنية البحرية. ولم يحدد الإخطار ما المعدات أو الأنظمة العسكرية التي سيتم دفع ثمنها بموجب برنامج التمويل العسكري الأجنبي الذي يلزم دافع الضرائب الأمريكيين دفع ثمن توريد العتاد إلى دول أجنبية، لكنها قالت إن العناصر التي يمكن تغطيتها ستشمل أنظمة دفاع جوي وطائرات مسيرة وصواريخ باليستية فضلاً عن معدات اتصالات متقدمة. بكين التي تعتبر تايوان مقاطعة متمردة لم تستبعد على الدوام استخدام القوة لإعادة توحيدها مع البر الرئيسي، وتحتج بشدة على جميع مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي. وعلى الرغم من تأكيد مسؤولين أمريكيين أن توفير التمويل العسكري الأجنبي لتايوان لا يمثل تغييراً في سياستها ولا يعد اعترافاً ضمنياً بسيادة تايوان، فإنه من المؤكد أيضاً أن الصينيين لن يتفقوا مع هذا الموقف.